أكد الأمين العام لمنظمة أوابك علي بن سبت أكد على أهمية توقيع وثيقة تطوير حقل الدرة الغازي بالمنطقة المغمورة في الخليج العربي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وذلك في تعزيز وتوطيد التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات الحيوية. وقال بن سبت قال إن التوقيع على هذه الوثيقة يأتي تنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في 24 من شهر ديسمبر عام 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.